وانضم إلينا مباشرة من نيويورك المحلل السياسي سيد أحمد فتحي. أهلا بك سيد فتحي. أهلا أستاذ كارل. كيف تقرأ سيد فتحي التصعيد بين دمشق وأنقرة في الآونة الأخيرة، خصوصا أن الأخيرة حشدت المزيد من قواتها على الحدود مع سوريا على خلفية الأحداث الأخيرة؟ وأسألك، ما دلالات اعتبار داود أوغلو الحدود التركية كما قال بأنها حدود الناتو؟ بلا شك تصريح السيد أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي أن حدود تركيا هي حدود الناتو متسقة تماما مع اتفاقية حلف شمال الأطلسي الموجودة بعد الحرب العالمية الثانية وكانت قائمة خلال الحرب الباردة، ولكن حتى الآن لا أعتقد أن الحكومة التركية تمتلك دليل 100% يثبت إدانة النظام السوري في قصف القرى التركية الحدودية، ولكن حتى الآن ما زالت العملية مبهمة والمسؤولية طبقا لبعض الأصوات الموجودة في داخل تركيا من المراقبين السياسيين أنها ربما يكون الجيش السوري الحر يريد أن يفتعل هذه المشاكل ليشجع التدخل التركي العسكري في سوريا. وهنا يظهر الضغط الداخلي على رجب طيب أردوغان وزير ورئيس الوزراء التركي في وجود تشكيلات عسكرية أجنبية على الأراضي التركية، وهذا لا يرضي الليبراليين والعلمانيين الأتراك. طيب هنا أسألك أيضا، في أي سياق تضع حادثة إجبار الطائرة السورية على الهبوط في أنقرة؟ يعني هناك من يرى أن أردوغان وقع في فخ نصبه له طرف، من المرجح أنه يريد توتير علاقات أنقرة مع موسكو. هذه الأفعال تدخل في نطاق السيادة، من حق تركيا أن تجبر طائرة تعبر مجالها الجوي على الهبوط وتفتيشها، هذا متسق مع إجراءات القانون الدولي. أما إذا كان الاتجاه إلى أنه يوجد طرف يريد أن يحدث وقيعة بين سوريا وتركيا، فالوقيعة موجودة بالفعل ويوجد اتهامات من النظام السوري للرئيس بشار الأسد مع موسكو للجانب التركي بالتدخل الصريح في الشأن السوري الداخلي. هذه لا أراها أنها إشكالية، هي جاءت في يعني على أقصى تقدير طبقا لمعلومات استخباراتية، ربما كان مصدرها سوريا وربما كان مصدرها روسيا الاتحادية، لا نعرف في هذا الوقت تحديدا. ولكن سألتك عن توتير العلاقات بين أنقرة وموسكو وليس بين دمشق وأنقرة المتوترة أصلا. بين أنقرة وموسكو تتميز العلاقات بالشد والجذب. إذا رجعنا إلى تاريخية العلاقة بين الدولتين حتى في زمن الاتحاد السوفيتي السابق، نجد أن العلاقة نعم الشد والجذب، يوجد بالطبع أطراف تريد أن تستغل الوضع الحالي في سوريا في تجدير العلاقات، ليس فقط بين تركيا وروسيا ولكن بين روسيا ومختلف دول العالم. نرى اليوم تصريح السيد نبيل العربي في تركيا حول استخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأنا أتفق مع هذا التحليل. حتى الآن لم نستمع من الجانب الروسي والجانب الصيني إلى رؤية إلى حل المشكلة والأزمة السورية. نريد أن نرى أن يوجد هناك صيغة توافقية، ولكن الجانب الروسي والجانب الصيني متمسكين بحماية نظام بشار الأسد على الرغم من جرائمه في حق الإنسانية التي يرتكبها حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. طيب ولكن كيف قرأت تصريحات أردوغان التي تصب في وجوب إصلاح الأمم المتحدة في توقيتها؟ تصريحات لا محل لها في الواقع يا كارن. موضوع إصلاح الأمم المتحدة مستمر منذ عقود وسيستمر لعقود قادمة. هذه المنظومة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية والقوى الفاعلة فيها التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن لن تسمح بتعديل نظام المنظمة الدولية، لا نراه في هذه اللحظة الحالية. ولكن رجب طيب أردوغان يريد أن يشتت الانتباه عن الضغوط الداخلية التي يتعرض لها والنقد الذي يواجهه بسبب وجود قوات عسكرية أجنبية ممثلة في الجيش السوري الحر على الأراضي التركية. هذا يثير قلق وغضب الكثير من السياسيين الأتراك المعارضين. نعم. طيب سيد فتحي، دمشق رحبت باقتراح وزير الخارجية سيرجي لافروف حول إقامة آلية للتواصل مع أنقرة. برأيك هل ستتجاوب بدورها السلطات التركية مع هذه المبادرة؟
الآلية للتواصل مع أنقرة لن تحل المشكلة، نريد أن نرى نتيجة على الأرض، نريد أن نرى آلية توافق بين المعارضة السورية والنظام السوري والتفاوض حول خروج بشار الأسد وإحلال نظام انتقالي. صرح الجانب التركي منذ أقل من أسبوع بترحيبهم بتولي السيد فاروق الشرح مسؤوليات الرئاسة في سوريا، وهذا حل أعتقد أنه حل وسطي يستطيع القوى المتصارعة أن تتوافق عليه. وقوات المعارضة أعلنت وتعلن دائما أنها يعني تسقط أحيانا طائرة، اليوم أسقطت طائرة ميج ومروحية للجيش السوري قرب إدلب، واستولت كذلك على مقار حكومية وعسكرية وأسلحة. في خضم كل ذلك، ما تقييمك لهذه التطورات؟ وهل توافق على أنه من المبكر الحديث عن الحسم الميداني العسكري إذا كان سيأتي؟ لن يحدث حسم ميداني. هؤلاء المروجين للجيش السوري الحر يعني يظنوا في قدرات هذه الميليشيات، لا أستطيع أن أصفها أنها جيش نظامي، أنها تستطيع أن تفعل الأفاعيل. نرى تطور في أداء العمليات العسكرية وقدرتهم على إسقاط طائرات، مما يعني يؤكد رأينا السابق أنه حدث تطور نوعي في الأسلحة التي يتلقونها من الخارج. وطلبنا من قبل بضرورة وقف توريد الأسلحة للطرفين، سواء للجيش السوري الحر أو للنظام السوري، حتى يمكن أن نجبر الطرفين على الجلوس لمائدة التفاوض. طالما استمر إمداد السلاح والمال لن يحدث هناك تفاوض، ولن تحل هذه المشكلة ولو بعد 100 عام. ولن يتوقف برأيك إمداد السلاح؟ القوى الخليجية لها حسابات أخرى تتعلق بالخليج كله وليس فقط المكون العربي فيه، وهنا نستطيع أن نفهم دوافعهم. شكرا جزيلا لك، من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي.